بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. دبل هل لكم حيثام التنسيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي دبل درسنا يوم أو دبل حلقة الله دي دليل ناي أركان الإسلام ديبون انتاقيت إن شاء الله. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تهاجينا ديبن أدي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام دي بلان قنتها قيتو يعني دي بصلاة قنتها قيتو لدليل لنا يا من كتاب ومن سنة ودي بزكاة قنتها قيتو لدليل لنا يا من كتاب ومن سنة ودي بصيام قنتها قيتو لدليل لنا يا من كتاب ومن سنة ودي بحج قنتها قيتو لدليل لنا يا من كتاب ومن سنة كلنا نأمر كان الإسلام حمس تنبينا شهادة لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله دي بتها قينا محمد رسول الله دي بتها قينا أدي يوم دي بصلاته والله سبحانه وتعالى لبل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم ورب العالمين بينا بدير يبقى آيات لا تدرس الحلفة ذكرناه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الله سبحانه وتعالى بالدليل اللي لصلاتكم سلوات بتا دي بأي إنسان لا أمروا قل حاجة ديبو يقدر وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سورة فتفرق بكم عن سبيل رب العالمين بيلينا يقول من رب العالمين كم سلح قشر عيا إلا صلاة ودوا بيلينا ولا زكاة فعلوا بيلينا نحن من الله وحده سمعان وطاعان رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل احنا لانه مؤمنين احنا ومسلمين احنا ادي دليل ناي صيام دي بقول نمطاته ودليل ناي حج الله سبحانه وتعالى لبلدي بصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام لصوم رمضان لنسيم فرد شهر أمورته مبلي واثنين وخميس لسيم أو ثلاث محل دي بكل ورح لسيم أو عاشوراء لسيم أو أي صوم لسيم عبادته وصوم من رب العالمين دليل بديبه ودليل لنايو لرب العالمين لبيل الناس دي بآيات سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم يعني فرض عليكم إلا الصلاة إلا الصيام رب فرض يديبكم لبنا الله سبحانه وتعالى ولبل الله سبحانه وتعالى قال حج ولله على الناس حج البيت لبنا يا صيام الله سبحانه وتعالى لبل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني كما كتب على الذين من قبلكم فوائد حتى أهمية ناس يا بدي وفرضت من رب العالمين وكنت أمت لقدمين العلا كمان رب العالمين فرضيو سيما علو كالي كمان تخفيف الذي بو صيام يعني مشقة على النفوس يعني نأمر حنا إنسان مسافر قبل من قبي إنسان حموم قبل من قبي يعني رخصته هو كل من رب العالمين من عبد يبو لكن حنا دي بدليل تصيام لصيام فركون كان بابا نطبعتنا من قبي قدي بصيام تهاجينا من قبي بدوحت لكن حنا جلاب لا لدليل تلهمنا والتار كانت هاجع عنا حتى كائن التكانة قلنا وحلات إن شاء الله تحريد صيام بنو تفصيل كامل انتهى قديبو صلاة بنا تفصيل كامل انتهى قديبا إن شاء الله ورب العالمين قل بين قلنا ولا واضح قلنا حتى كالتكانة لعلكم تتقون تقوى قبديبو وصلاح قبديبو لأنه من لم يدع قول الضور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طيابه وسيابه بالنسبة قل قدام لا ندس للسيما ولا يرسلوا ولا إلهم كمان التفاصيل لنا يا صيام كفوق قبل لصائم ولا حالة صائم ميتة ولا فضلنا يا صوم ميتو لبن أمته إن شاء الله ورب العالمين دي بحج بينا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى دي بالآيات الأربعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من استطاع إليه السبيلة الآيات الله يعني دي بالسنة التاسعة من نهجرة لتكريت الله فريدتنا حج من استطاع الله سبحانه دي بلو تتفرجي على لتفرضها يعني
حج يعني دي بالسنة التاسعة من الهجرة في الرجاء. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الواجب بلا كفر بلا حج لكفر رب العالمين قنيته. والصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة، يعني إلا لأركان لنايا إسلام الحمستن، وحتى كانوا الدليل متعناها من كتاب رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله، أركان الإسلام حمستن بينا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل والزكاة، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. إلا نحمس الأركان تن وبدل الأمتانها حتى كمنا قلنتها قديبة وقد بطرت حزينا إن شاء الله بوقته حتى كقلنا بطرديباته شهادة لا إله إلا الله دوابط لنا وواجبات لنا ميتة وأن محمد رسول الله من أحده. والصلاة كمان تفصيلنا كل أنواعه لصلاة كمان إلا لتتحده، ولصيام برضو بباه وتفصيله وفضله وبركته، ولا واجب لديبه ولا منح ديبه لها الله اللي كمان وقت لا تدكم سليها لحج هذا تمر تبت لك علي قلنا بتاعته منا مراتب الإسلام، لأنه المراتب هنا دي بثلاث قسمناها بين الإسلام والإيمان والإحسان. هذا إنما كان إسلام خلصنا وهذا دي بقى كان إيمان أتينا من قبل لما تبت لك علي ركن لا 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 إيمانته. وأركان الإيمان يعني يعني ستة، لكن تب إلى الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان تصديق معناها تو ولا مراتب لنا يو من مراتب دين تب إلى، وهتميت معناها تب إلى اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو بضع وسبعون شعبة. والبضع بكسر الباي من الثلاثة إلى التسعة، يعني من بضع وسبعين يعني من ثلاثة تبدأ ستة على قبل لا بدع للوديبة بضع يعني بأبضاد، والشعبة جزء من الشيء اللي لمعاني نايا مفردات عليا نايا كلمات. وأركان لنا أيو أركان إيمان كم تنبينا ستة، هو أن تؤمن بالله وحده لا شريك له إلا لا أركان إيمان، ولن وجودنا رب العالمين نآمن وحد دليلنا عقل بنا بيرنا كمان كفانا آمن بقعد ملتها جينا ديبو أن الله سبحانه وتعالى توتل أوجدينا وتوتل خلقينا، وإيماننا أيو كمان بأنواع أنباتنا ديبو، والدليل كمان بنا من كتاب سنات ومن كله رب العالمين، ودليل كمان دليلنا حسبنا من وجهتين يعني عند أورا نسمعه وأورا كمان يعني دليل من كتاب ومن سنته لا نشاهد دوته لا نسمع عبو ولا نربوته، عشان كذا ونوحنا إذ نادى من قبله فاستجبنا له الله سبحانه وتعالى، وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الأدلة اللي دليل اللي سمعنا به ودلة اللي كمان لأن شاهدة ولا تبين قلنا إلا كلا إيمان لركن من كان إيمان لستة، ركن أول دي بلد تتاقيت وتل أن تؤمن بالله للبلد دي بحديث، والإيمان بالله يعني بدوح معجزات بديبه وناي و وقت لا لنسي شرحه وبنوا حزينها من قبل إيمان ناي برب العالمين، يعني قليل موضوع يكوني لكن عند لشاهدنا أبوا بكم لا آمنا ولا سمعنا من آيات إلا كلا ودحا وبينا إن الله سبحانه وتعالى لإيمان أبوكم سلوا واجبته. كمثال هو إيمان يعني بالألوهية بأنه كمان إيمان بالربوبية، وبدير تهاجينا دي بتوحيد الألوهية ودي بتوحيد الربوبية دي بدرس الحلفية تهاجينا، وأدحنا يعني إيمان بالله هو بأنه بربه آمنا والله آمنا وتوحيد سمينا وتوحيد الألوهية، وأدي لتوحيد الربوبية معنا بفعلنا يا رب العالمين تكم سر خالق تكم سر رازق تون دي بأنه قدم الله تهاجينا ديبو لأن مرتبة لا كاليت لما مرتبة لا سالتي يعني الإيمان بالألوهية بدي بتهاجينا وإيمان بالربوبية بدي بتهاجينا رب خالقته ومطعمته ومحيته ومميته لأن كلنا بأدلة بدوح تهاجينا ديبا
والله سبحانه وتعالى بدو حياة دي بنتاغا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لرب العالمين لرب الذي باتوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لهم كل آيات الله سبحانه وتعالى لبينا دي بقلناتو وكم سليو كمان الله سبحانه وتعالى دي بآيات بدوح قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل فلا تتذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون إلا آيات إلا دي بكرسا عن الاتهاقيات بس عادنا حتى بأن توحيدنا ربوبية بالاتهاق الله حقا آمنا وكان دي بات توحيدنا إلوهية دي باتهاق لنا توحيدنا إلوهية دليل لنا يو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا الله هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ذلك بأن الله هو الخالق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله على وأن الله لا علي وأن الله العلي وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير لا توحيد ناي الألوهية وتوحيد ناي الربوبية دبان تاقعنا و توحيدنا أسماء وصفات كمان دي بتاقينا لن سلسل عند كلن الله سبحانه وتعالى بيانين بيان واضح ورأد اللد دي بان كمان لبيناتنا أدي تاب أسماء وصفات كمان الله سبحانه وتعالى حاجات أثبتها دي بكتاب ودي بسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يعني بوجه رب العالمين لا تليق بوجه رب العالمين يقولوا لا 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 تستهل مبل تحريف مبل تعطيل مبل تكييف ومبل تمثيل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون لبل الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إلا كلا يعني ربي سبحانه وتعالى فالتشبيه ألبو تكييف ألبو تعطيل ألبو رب العالمين يقولوا لأنه كمثله ألبوني يقولوا مثل ألبوني الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللي كمان بدير تهاجينا ديبو وبالله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم